أيا ترى هل بلغت هباجا المرحلة الثانية في حربها ضد بيشمركة كردستان؟ أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي هباجا في 6 حزيران الجاري بيانا مكتوبا. تضمن البيان تهديدا وتحذيرا ببدء حرب عامة تشمل عموم إقليم كردستان. هذا وتشير الحقائق المخفية بين سطور بيان هباجا أن هذه القوات وصلت المرحلة الثانية من حربها ضد قوات بيشمركة كردستان. ادعى بيان هباجا اندلاع معارك إطارية ضد الجيش التركي في شمال وشرق منطقة متينة، وأن الدولة التركية تحاول احتلال جنوب متينة. كما جاء في البيان بأن مرتفعات منطقة متينة، أي قسما من قمم جبل متينة، تحت سيطرة قواتنا، غير أن حقيقة الوضع الميداني في تلك الجبهة لا يثبت شيئا مما ادعته البككة. فلا وجود لأية قوة للبككة على أي قمة في متينة، فبعض القمم يتمركز عليها قوات بيشمركة كردستان، بينما يتمركز العساكر الأتراك على تلال المطلة على منطقة الزاب. وقد انتشرت قوات البيشمركة في تلك المنطقة بعد عام 2020 لمنع تقدم الجيش التركي فيها، وبالأخص عام 2021 فقد تمركزت قطعات من قوات البيشمركة في المناطق الجبلية وانتشرت فيها لإبعاد المعارك الدائرة بين الجيش التركي ومسلحي البككة من المدن والمناطق الآهلة بالسكان. ففي ليلة 25/6/20 أيار قام الجيش التركي بإنزال جنوده في جبل متينة وتلت هكاري وإف إم وتلت جودي وتمركز فيها، ولم تبقى أي قمم في جبل متينة تحت سيطرة البككة، بحيث نستطيع القول إنه لم تبقى من قواتها سوى بعض الوحدات الصغيرة المتنقلة وبعض الأنفاق، فلم تبقى من قواتها سوى ما ذكرناها. وقد سلمت البككة المنطقة بالكامل للعساكر الأتراك. البككة تحاول التمركز في الجبل المطل على قرية جوهرسي وبرتشي وخلف سيرجلي وقمة باكولكي. أما من الناحية العسكرية يعطي هذا دلالة على أنه لم يتبقى أي وجود للبككة في خط متينة والزاب وأوفاشين، أي بمعنى فقدانها لجبهتها الخلفية، ولهذا تحاول فتح جبهات جديدة. واستراتيجيتها الجديدة هذه تتمثل في نقل الحرب للخط الفاصل بين قضاء أميدي وديرالوك وتمركز قواتها على تلت باكولكي المطل على العمادية، علما أن البككة كانت تقصف مركز قضاء أميدي بقذائف الهون عام 97 من تلك التلة، وهذا بمعنى تحول مركز قضاء أميدي لساحة حرب. وهذا ما يستحيل أن تسمح به سلطات إقليم كردستان والبيشمركة، فمحال أن يترك مركز قضاء أميدي للبككة. فمنذ الربيع جعلت البككة من التلال التي تمركزت فيها قوات البيشمركة حديثها اليوم على وسائل إعلامها، وتحاول جاهدة إجبار البيشمركة على الانسحاب من تلك المناطق. فيا ترى ماذا ستفعل البككة في تلك المناطق؟ فالبككة التي لم تقدر على حماية تلة واحدة تتواجد عليها، فتلة هكاري وتلة جودي اللتان كانتا خاضعتين لسيطرة البككة منذ 40 سنة مضت، أهدتهما للجيش التركي المحتل خلال ليلة واحدة. ولكن عندما حاولت قوات بيشمركة كردستان التوجه لتلك المنطقة، جعلت البككة هذه المحاولة مبررا وحجة لاندلاع اقتتال داخلي. فلو لم تجعل البككة تمركز قوات بيشمركة في تلك المنطقة سببا للحرب، لما استطاع الجيش التركي من احتلال قمم كوركو وبنافي أبدا. ولو انسحبت قوات البيشمركة من بعض قمم متينة وبرواري بالا وتركتها للبككة، فلا شك أن البككة ستهديها للجيش التركي في أقرب فرصة ممكنة. فحماية المنطقة والدفاع عنها لا يتم بحفر الأنفاق وثلث من الأطفال والشباب، غير أن هذه المناطق لو بقيت في ذمة قوات بيشمركة كردستان وتحت حمايتهم وسيطرتهم، فلا يستطيع الجيش التركي التقدم فيها قيد أنملة. فما اعتداءات البككة وهجمتها على مواقع بيشمركة كردستان إلا وسائل لتمهيد طريق وتعبيده أمام الجيش التركي لاحتلال هذه المناطق بكل سهولة ويسر. فالبككة ستشن هجمات على مقار وقواعد البيشمركة في منطقة هيلي لإرغام أهالي مركز أميدي وديرالوك وشيلادزي على الهجرة والنزوح من مناطقهم، لتقوم بعدها بالسيطرة على جغرافية نهيلي وسهل الزاب وقطع طريق بارزان سوران ودهوك وإخلاء المنطقة من أي
مظاهر للحياة كما فعلت في منطقة نير وريكان. وتشير المعلومات المتوفرة لدينا أن الباكيكا تستخدم طائرات درونز للتجسس على سواتر ونقاط مراقبة البيشمركة، وأنها ستستخدم هذه الدرونات في الأوقات المقبلة لشن هجمات على تلك المواقع. كما تشير بعض تلك المعلومات أن الباكيكا تخطط لهجمات بالصواريخ وكذلك قتال البيشمركة. فمنذ فترة طويلة تحاول كل من الباكيكا والجيش التركي استفزاز قوات بيشمركة كردستان لاستدراجه وجره لحرب وطيسة، ولكن رغم كل هذا استطاعت قوات بيشمركة كردستان ضبط النفس وعدم الانجرار وراء هذه الممارسات لحرب عبثية والسير على وتر شديد الحساسية دون الوقوع منه في أتون حرب دامية. وقد لعب زعيم السياسي الكردي مسعود بارزاني دورا بارزا ورئيسيا في بناء هذا الموقف الصامد والحكيم لإقليم كردستان والبيشمركة. فعندما حرم بارزاني الاقتتال الأخوي بين الكرد، نقل مسار القضايا للدبلوماسية السياسية عوض فوهات البنادق. منذ ذاك ولغاية الآن لم يدل أي قيادي أو مسؤول في إقليم كردستان بتصريح حول الاقتتال بين الكرد خلاف ذلك، بخلاف قادة الباكيكا وكبار مسؤوليها، فهم في محاولات دائمة ومستمرة لتقنين وشرعنة الهجمات والاعتداءات على بيشمركة كردستان. فقال باسي هوزات في 3 أيار: لو حدث قتال بين الباكيكا والبيشمركة فلا يدخل في خانة الاقتتال الأخوي. وهذا ما كرره مصطفى قارسو في 20 أيار عندما قال: الحق أن أي حرب ضد الديمقراطي الكردستاني بدك لا تحتسب من الاقتتال الأخوي. في بيانها استاءت الباكيكا كثيرا من تصريحات أدلى بها محافظ الدهوك وكذلك كبار مسؤولي وزارة البيشمركة. وسبب استياء الباكيكا من حديث محافظ محافظة الدهوك علي تتر عندما تحدث خلال حفل تأبين استشهاد 5 من بيشمركة كردستان على يد الباكيكا. فخلال حديثه قال علي تتر: نحن لا نؤمن بالحرب، غير أنهم أي الباكيكا تستهدف قوات بيشمركة كردستان وتستشهد صغارنا وتزرع المتفجرات في طرق البيشمركة والأهالي وتسعى لتقويض الحرية التي يتمتع بها سكان الإقليم. وفي ختام حديثه طالب الباكيكا بنقل حربها مع الأتراك من إقليم كردستان وإبعادها عنه. علي تتر أوضح خلال حديثه أن سياسة الباكيكا وحماية حدود اتفاقية سايكس بيكو، فقد استشهد 12 من بيشمركة كردستان على يد الباكيكا في المنطقة الإدارية الخاضعة لسلطة محافظ دهوك علي تتر، وبقي العشرات من الأطفال يتامى، حيث تقوم الباكيكا بزرع المتفجرات على الطرق بشكل شبه يومي. وها هي اليوم تحاول تحويل أميدي وشيلادزي لساحة حرب. فلغاية الآن أصدرت الباكيكا العديد من التصريحات التي تنتقص من شأن حكومات إقليم كردستان وقوات البيشمركة والعائلة البارزانية، بل أطلقت عنان وسائل إعلامها في هذا المجال دون رادع. غير أن أقليم كردستان اختار الصمت بحكمة وعقلية فذة حينما تأكد أن ذلك سبيل لخلق الاستفزازات. بخلاف الباكيكا فقد استاءت من ردود كانت محقة، والحق أن صمت كبار مسؤولي أقليم كردستان حول هذه المواضيع وغضهم الطرف عن ممارسات الباكيكا جعلتها تتمادى في غيها وجبروتها واعتداءاتها. لذا ينبغي من الآن فصل الكشف عن حقيقة علاقات الباكيكا مع الدولة التركية وإفشائها للعلن وبشكل صريح، فهذا وحده كفيل بالصمود أمام هجمات الباكيكا وإيقافها في حدها الذي لا ينبغي عليها تجاوزه. وما نشرته الباكيكا على لسان قواتها المسلحة لم يكن مجرد تصريح إعلامي بقدر ما هو مخطط الباكيكي ضد قوات بيشمركة كردستان. لذا ينبغي على كل شخص التحرك بتيقظ وحذر شديدين في هذه المرحلة. Thank you.